وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. مساء الخير سيد سعد. إذا من التقرير السابق وحتى من الشواهد التاريخية التي لم تعد خفية على أحد، يظهر كيف أن النظام القطري متناقض ومزدوج. كيف يمكن التعامل مع هكذا نظام يمارس الكذب والخداع مع الجميع؟ أولا يجب أن نعلم أن التناقض القطري خصوصا موقفه من الجماعات الإرهابية المتطرفة واضح ولا يقبل النقاش. هاي نقطة. النقطة الثانية ولعلها المهمة يمكن التطرق لها، خصوصا أحدث الدراسات خاصة اللي هي دراسة مشروع مكافحة التطرف الصادرة عن معهد الحوار الاستراتيجي الأمريكي، تكلم عن تناقض وازدواجية الموقف القطري وأسهب فيها، وقال أن قطر قدمت للجماعات الإرهابية ملغد آمن ووساطة دبلوماسية ومساعدات مالية وأسلحة كذلك، وهذا الشيء كذلك اتهام أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لقطر بالسماح يعني بعمليات تمويل الإرهاب داخل حدودها، وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على العديد من المواطنين القطريين لإقامة علاقات مع داعش وشبكات القاعدة المالية. قطر دائمة بشكل كبير للعمل للإرهاب، وفي نفس الوقت تقوم بتوقيع اتفاقيات لمكافحة الإرهاب، فهذا التناقض بعينه. لا ننسى كذلك استضافة الدوحة إلى مجموعة كبيرة من الأفراد والإرهابيين، والتي تم تصنيفهم في العديد من الدول كحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. لا ننسى كذلك أن قطر قدمت مساعدات مالية كبيرة جدا إلى حزب الله اللبناني، والصفقة الكبيرة التي وصلت إلى مليار دولار. كل ذلك يؤكد أن قطر دائما للإرهاب. لا يمكن اليوم أن ننسى ونتغاضى عن الدعم القطري للمطلوبين اليوم الإرهابيين الهاربين، والذي مولتهم قطر في أحداث مملكة البحرين في 2011. كل ذلك واضح وضوح الشمس. لا يمكن اليوم أي أحد إغفال هذا الأمر أو أن يتم النقاش فيه من الأساس. نعم نعم سيد سعد، الإعلام القطري يتلون ويتبدل خطابه على الدوام. ما هو تأثير ذلك برأيكم على المتلقي، خاصة وأنه إعلام يدعي حرية الرأي والتعبير؟ أولا الإعلام القطري مبني على التضليل ومبني على الفبركة وصناعة الأفلام المفبركة من الأساس. هم إعلام لا يأتي لخدمة المشاهد أو لخدمة السلام أو الاستقرار في المنطقة، هو إعلام لإثارة الفوضى ولدعم الجماعات الإرهابية. لا يمكن أن ننسى استضافة العديد من الأفراد والكيانات الإرهابية في قنواتهم وعلى رأسها قناة الجزيرة. لا يمكن اليوم أن ننسى الاعتراف الخارجي القطري بشأن دعم قطر للإرهاب أمام وسائل الإعلام العالمية. وفي نفس الوقت الجزيرة تبث أخبار وتمجد النظام القطري بأنه مكافح للإرهاب، وفي نفس النشرة تنشر وتقوم بإجراء لقاء مع أحد الأفراد المطلوبين أمنيا وكذلك مصنف كإرهابي. لا يمكن ذلك. اليوم واضح الأمر، الإعلام القطري إعلام انتهى، وأنه اليوم أصبح مكشوف أمام الرأي العام بأنه إعلام مضلل ومفبرك لجميع ما يحدث. لا، الإعلام القطري لا ينقل من أساليب التغطيات الإعلامية أن نكون تغطيات محايدة وأن ننقل الصورة الصحيحة إلى المشاهد. نعم. على عكس ذلك في القنوات القطرية وعلى رأسها الجزيرة لا تقوم بذلك. نعم. العديد من الأحداث المهمة اليوم لدى الدول وإنجازاتها وغيرها لا تنقلها الجزيرة بساطة. نعم، الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لك.